جمالك اليوم رح نتعرف على الماغو برازيليان استاتيك سنتر، وبالتحديد رح نشوف نحن وياكم كيف بيعملوا الجولد ماسك. شو هو الجولد ماسك؟ الجواب بعد لحظات قليلة. مدام كاتيا رزق الفاشن ثيرابيست بالماغو، اكيد المشاهدين حابين يتعرفوا على الجولد ماسك، اذا ممكن تعرفينا عنه. الجولد ماسك هو من اهم تقنيات العصر، مثل ما عودتنا شركه الميديكا على طول هي سباقه، بتجيب لنا احدث ما طلع بالعالم كله. الجولد ماسك حقيقه عمل ثوره كبيره. اول شيء مثل ما بنعرف انه كليوباترا كانت تستعمل كل ليله قناع الذهب، بقى اكيد طوروا وحدثوه وصار بطريقه معموله من الذهب الخالص، ورق 24 كاره مستغل فيه على البشره. شو اللي بيميز الجولد ماسك عن باقي الماسكات؟ شو فوائده؟ بيتميز بكثير اشياء الجولد ماسك عن باقي الماسكات، لانه بيشتغل اول شيء على الكولاجين، بيحمي الكولاجين، ما بيعود يخليه يظهر من البشره. بيشتغل على الالاستيسيتي تبع البو، ما بتصير تترهل، وبيشتغل بذات الوقت على الميلانين اللي مع تقدم العمر بصير عندنا تشوهات بالجلد. بقى شركه الميديكا جمعت كل هالخصائص تجيب لنا اياه لعنا. الجولد ماسك بس للوجه او ممكن ينعمل بالمحل؟ هلا الجولد ماسك او كريم الذهب لا، فينا نستعمله على عده امكنه، بس عادة المرأة يعني بما انه هو شوي مكلف اكيد فيها تستعمله وين ما كان، بس عم نستعمله على الوجه والرقبة، على الاماكن الحساسة اللي بتظهر المرأة. شو هي الستابس اللي بتتبعيها لنوصل للجولد ماسك؟ اكيد في كذا ستاب تنقدر نوصل لقناع الذهب. اول شيء اكيد بدنا ننظف البشرة مثل ما لازم لتستقبل هالقناع اللي كتير حساس وكتير ذات قيمة وكتير ذات فعالية. شركة الميديكا أصلا ما بتسلمه إلا ما تكون عاملة تريننج لكل اللي بدهم يشتغلوا عليه، فيعطي الفعالية 100%. أكيد عنا تنظيف البشرة، عنا تحضيره بسيروم الجمع، هو سيروم كتير قوي بحافظ على كل هالمواد وبيفوت بسرعة على الطبقات الداخلية من الجلد، واللي بيسهل عملية ذوبان الذهب تيفوت مع الجمع. واكيد الماسين اللي مع الذهب
هي ماشين بتفكك اكثر من البكتار اللي بنعرفه، بتفكك الموليكيول تبع المي 7 مرات اكثر، تنسين تساعدنا كمان مع الجمان نفوت هالقناع الذهب على البشره. قديش لازم يضل محصول على الورد؟ هو عادة قناع 3 ساعة بس نحن عم نتركه لحد النص ساعة تستفيد الست الماكسيموم، وهيدي نصايح شركة الميديكال. وتقريبا قدام المستحسن الواحد يعيد هالماسك؟ هو كثير منيح على 2 شهر بس هو بداين الماسك 3 أشهر تقريبا، بس هو على 2 شهر بيكون كثير منيح خاصة إذا الوز تعبان. هل في نصيحة أو كلمة أخيرة بتحب توجهيها لكل السيدات اللي عم بتابعونا هلا عبر لوكي جديد؟ أكيد لازم السيدات يضلوا يطلعوا على أحدث ما يمكن تيحافظوا على جمالهم وعلى نضارتهم، وكمان بنشكر شركة الميديكا على أحدث البروديات اللي عم تقدم لنا إياها بهالسنة. مدام كتير رزق، أهلا وسهلا فيكي بلوكي جديد، وشكرا على كل هالمعلومات القيمة.